كاد له إخوته عندما قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لكن قد نما إلى علمهم ما رأى يوسف عليه السلام واشتد الغيظ عليه، فاتفقت كلمتهم: لا تقتلوه وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فاختفى يوسف من حياة يعقوب، ويعقوب يتألم ويشتد الألم به حتى كبر فعمي من شدة البكاء على يوسف عليه السلام، لكنه أدام حسن الظن بالله جل في علاه، وما زال قلبه ممتلئا بحسن الظن بالله، يقينا في الله جل في علاه بأنه سيلتقي بيوسف. ثم اشتد الكرب وادلهم الخضب عندما رحلوا إلى مصر وذهبوا، وكاد الله ليوسف كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، فأخذ أخاه، ففقد يعقوب يوسف وأخاه واشتد الأمر عليه. فلما علم بالمصاب العظيم الجلل قال كما وصفه الله جل في علاه: وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هنا نقف، حسن الظن بالله من يعقوب عليه السلام يتجلى في قول الله جل في علاه واصفا ما كان عليه يعقوب بعد اشتداد الأمر عليه، قال: وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذا امتلاء قلبه بحسن الظن بربه جل في علاه، فما كان من ذلك إلا أن الله جل في علاه كان عند حسن ظنه بل فوق ما يظن به، حتى قال: ارجعوا إلى أبيكم، قال: ائتوني وأتوني بأهلكم أجمعين. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. في الآيات قال الله جل وعلا: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. انظر لطف الله جل في علاه، انظر إلى حسن الظن بالله كيف يفعل، تتحرك الجبال. فبعد عمر مديد، بعد أمد بعيد، قد التقى يعقوب بابنيه، التقى بيوسف عليه السلام، وكان يوسف عليه السلام قد صار عزيزا لمصر كما كانت الرؤيا: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين. لما امتلأ قلبه يقينا في الله جل في علاه وحسن الاعتقاد أحسن الظن في الله، فكان الله عند حسن ظني.